سلام الله عليكم متابعينا الاعزاء الكرام. مباشرة وبدون مقدمات، خط وسط الريال الأسطوري الذي حقق 5 أبطال أوروبا بدأ بالتفكك. كنت أتمنى هذا الخط الوسط الأسطوري لمواسم قادمة، لكن هذه هي حال كرة القدم، لن يبقى لاعب مدى الحياة، يبقى النادي فقط. اليوم نتحدث عن أسطورة من أساطير ريال مدريد، كارلوس كاسيميرو. كارلوس كاسيميرو برازيلي الجنسية، أتى للريال في عمر صغير جدا. كاسيميرو الذي بكى يوما من الأيام في ناديه البرازيلي لأنه لم يلعب في فترات متواصلة. يخرج من النادي المدريدي من أكبر أندية العالم، أسطورة، أحد أساطير هذا النادي. يوم حزين بالنسبة لعشاق ريال مدريد في كل العالم. نتمنى التوفيق لكارلوس كاسيميرو في مشواره القادم مع مانشستر يونايتد. كاسيميرو الذي نشأ في البرازيل وتعلق بحب كرة القدم، انتقل ريال مدريد، حقق 18 لقب مع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا، 3 سوبر أوروبي، 3 كأس عالم للأندية، كأس الملك، 3 الدوري الأسباني، 3 سوبر أسباني. كارلوس كاسيميرو وصل العمر 30 عام، الصفقة ممتازة للطرفين وحصلت في وقت سريع جدا. لم يكن أحدا يتوقع تغير وجهة مانشستر يونايتد من برشلونة وديونج إلى كارلوس كاسيميرو. الصفقة ممتازة لمانشستر يونايتد ووسطه وخط وسطه الدفاعي، لاعب يملك من الشخصية والكاريزما والخبرة وسيفيد النادي كثيرا. ريال مدريد من الناحية الاقتصادية، ريال مدريد استفاد من قيمة الصفقة 70 مليون يورو في لاعب عمره 30 سنة. كارلوس كاسيميرو الراتب أعلى بكثير من ما كان يتقاضى في ريال مدريد. يقال أن الصفقة الراتب سيكون الراتب السنوي من 15 إلى 18 مليون يورو سنوي، واللاعب في آخر مسيرته وعقد لمدة 5 سنوات. نتمنى له التوفيق، نتمنى أن يستعيد مانشستر يونايتد نادي كبير وأسطورته على الملاعب الأوروبية والإنجليزية. أنا كنت أتمنى أن يبقي في ريال مدريد للفترة المتبقية، لكن هذه هي حال كرة القدم. فبعد النادي يبقى النادي ويبقى تاريخ للنادي دائما، وفوق أي لاعب وفوق أي رغبة اللاعب. أعتقد أنا الصفقة هي جاءت لريال مدريد، والريال لن تكون زي ما توصف الصحف الأسبانية والعالمية أن هذه رغبة كاسيميرو. الرغبة ربما للريال أكبر من ناحية وجود لاعبين في نفس المركز كامافينجا وتشوموني الذي تعاقد معه الريال ب 80 مليون يورو، والمقابل المادي للصفقة 70 مليون يورو وزائد متغيرات. صفقة ممتازة جدا لريال مدريد وعلى البديل الموجود. رغبة كاسيميرو كانت الاعتزال، كان يود الاعتزال وتصرع أكثر من مرة ويلعب بالشعار الريال، كان يود الاعتزال في ريال مدريد، لكن هذه هي حال كرة القدم، لن يكون لاعبا يستمر حتى آخر العمر. مثل ما رحل كاسيميرو رحلت أساطير قبله، رحل راول ورحل كريستيانو ورحل راموس ورحل فاران قبله وتشافي ألينسو ودي ماريا ومسعود أوزيل. نتمنى له التوفيق، الريال يبقى ثابت ونتمنى له النجاحات المستمرة باللعيبة الموجودة، وأتمنى أن لا يحدث كما حدث في 2015 عندما رحل تشافي ألينسو ولم يكن بديل البديل الموجود لخط الوسط الدفاعي. أنذاك 2015 عندما عاد كاسيميرو إلى بورتو وبعودته حقق الريال رباعية لدوري الأبطال ثلاثية متتالية والرابعة في 2022. ريال مدريد دائما وأبدا والأندية الكبيرة لا تعتمد على لاعب واحد وعندها البديل المناسب. نتمنى التوفيق للاعب ونتمنى التوفيق لريال مدريد في قادم المباريات. لدينا مواضيع أخرى ومشاكل باريس ومشاكل مانشستر يونايتد بإذن الله في حلقات أخرى نتكلم عنها. ويوم غدا ينطلق الجولة الثانية الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، والجولة الثالثة الدوري الألماني والإنجليزي والفرنسي. سنتحدث بعد نهاية اللقاءات بكرة بتقارير مفصلة عن النتائج بإذن الله. حطوا لنا رأيكم بالصفقة سلبياتها وإيجابياتها، والسلام عليكم.